بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين إرساليات من وزارة التربية إلى جميع مديريات التربية باستقبال ملفات ملفات منحة التمدرس منحة التمدرس اللي هي 500 ألف 5000 دينار جزائري سواء للتلاميذ الابتدائي ولا المتوسط ولا الثانوي النقطة المهمة أن الملفات شرعوا في استقبال الملفات ابتداء من 26 ماي إلى 10 جوان هذه المرحله الاولى هما غالبا كل عام يديروا المرحله الاولى وما يزيدوا يفتحوا المرحله الاولى اللي اللي ف... فاتوا المرحله الاولى وما دفعش ينتظر المرحله الاولى لكن الافضل ان الانسان يدفع في المرحله الاولى باش يدي مع يديها في نهايه اوت ولا في في بدايه سبتمبر يدي ديك دي ال 5000 دينار جزائري باش ما يشري بها المهم هذه المرحله الاولى لدفع الملفات من حتى مدرس من 26 ماي الى غايه 10 جوان تاع الابتدائي يدفعوا في الابتدائي، وتاع المتواصل يدفعوا في المتوسط، تاع الثانوي يدفعوا في الثانوي. عندنا ستة فئات. فئة اليتامى، فئة ضحايا الارهاب، فئة المعوزين، فئة الاحتياجات الخاصة، وفئة الأقل من 20 ألف دينار جزائري، اللي يخلصوا أقل من زوج ملايين، وفئة البطالين. طيب، فئة اليتامى، الملف المطلوب شهادة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما. واحد الو... أحد الوالدين ميت ولا في زوج ميتين. طيب شهادة عائلية تصريح شرفي وشاك باري صك بريدي مشطب، فئة ضحايا الإرهاب شهادة إثبات الحالة، شهادة ضحايا الإرهاب، شهادة العائلية للحالة المدنية تصريح شرفي وصك وش… بريدي مشطب، فئة الاحتياجات الخاصة عندك بطاقة الاحتياجات الخاصة زائد شهادة العائلية للحالة المدنية زائد تصريح شرفي زائد شاك باري ولا صك بريدي مشطب، فئة المعوزين شهادة الاحتياج شهادة عائلية للحالة المدنية تصريح شرفي زائد شاك باري أو ساك بريدي مشطب فئة البطالين اللي ما يخدموش يجيب شهادة عدم العمل شهادة عائلية للحالة المدنية تصريح شرفي عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي اللي هي نو افيلياسيون كالكو سوا كناس ولا كاسونس ولا في زوج وشاك باري ساك بريدي مشطب فئة الأقل من عشرين ألف دينار اللي يخلصوا أقل من زوج ملايين هذو يجيبوا الفيش دو باي شهادة الدخل اقل من زوج ملايين، شهادة عائلية للحالة المدنية، تصريح شرفي زائد شيك باري ولا باريدي بريدي مشطب. هذه هي الملفات لكل فئة. كما قلت الابتدائي يدفع في الابتدائي، المتوسط يدفع في المتوسط والثانوي يدفع في الثانوي. المرحلة الأولى لدفع الملفات هي من 26 ماي إلى غاية 10 جوان. تأكيد على شيء مهم أن الملفات ما تكونش ناقصة. لا لازم يكون الملف كامل والشيء الاخر اللي راهم اكدين عليه الاستماره لازم تكون استماره جديده تاع هذا العام تاع الدخول المدرسي 2020 2021 ما يجيش استماره قديمه تاع العام اللي فات راهم ياكدوا على هذا الشيء لازم تكون استماره جديده تاع هذا العام استماره الخاصه بالدخول المدرسي 2020 2021 كذلك هذه ارساليه خاصه بالثانوية كما راكم تشوفوا إرسالية منحة حتى الخاصة بالدخول المدرسي 2020-2021 الخاصة بالثانوي الملفات كما قلت لكم الفئات كما ذكرناهم رامي أكدوا على شيء مهم أن الاستمارة هذه استمارة تكون استمارة جديدة الخاصة ب 2020-2021 بارك الله فيكم أه وكما قلت اللي يفوتوا الاجل هذا الاول ممكن يفتحوا اجل ثاني من بعد لانه ما دائما كل عام يديروا الاجل الاول وما يديروا الاجل الثاني لكن الافضل يدفع في الاجل الاول هذا باش يدي ذا 500000 هذه 5000 دينار جزائري يديها مع الوالة يديها في بدايه سبتمبر باش ما يشري بها بارك الله فيكم اسال الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات لا تبخلوا علينا باعجاب للفيديو وتعليق كذلك الاشتراك في القناه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله